إذا رجعنا معكم مشاهدينا. تألق فريق مناظرات المدارس الكويتية في الأضواء الدولية مؤخرا بفوزه المذهل بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي أقيمت في دولة قطر واختتمت قبل أيام. والله يرجع فينا الزمن لأشارك صراحة لأني أحب اللغة العربية. تستاهل اللغة العربية أن الواحد صدق يبدع فيها. لغتنا الأم. هذا الإنجاز مشاهدينا الإنجاز الرائع يعكس مستوى عالي من الإلقاء والقدرة على الإقناع، مو بس الإلقاء، يبرز أيضا تفوقهم في فنون المناظرات بين الشباب العربي اللي موجود على الساحة العربية بشكل شامل وكامل. وأيضا راح نتكلم عن أكثر أو نتكلم أكثر عن موضوع اللي قدمته أسماء، وأيضا قلت عنه موضوع الفوز في المناظرات في اللغة العربية. نورونا في الاستوديو جنان الشريف العضو في فريق المناظرات المدارس الكويتية، وأحمد الحمود أيضا عضو في فريق مناظرات المدارس الكويتية. صبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا. صبحك الله بالنور. الله يحييك. ما شاء الله مبينكم متألقين باللغة العربية. يعني عادة الفئات العمرية اللي تكون في مثل مراحلكم يعني البعض منهم غير متمكن حتى في الحديث ويكون عنده صعوبة في توصيل المعلومة، لكنكم ما شاء الله مبين يعني تستحقون وبجدارة. لكن خلونا ناخذ تفاصيل منكم. يعني ترى طلبة بالمراحل الثانوية ما شاء الله من الجنان. يعني متى شكلتوا هذا الفريق وشنو حسيتوا انكم قبل لا تشكلون الفريق أهمية وجود مثل هذا الفريق اصلا؟ احنا شكلنا هذا الفريق طبعا منذ تأسيس نادي مناظرات المدارس ومنذ اول بطولة دولية على مستوى العالم، واحنا نحاول ان نحصد هذا اللقب ونحقق المركز الاول، ولكن مع الاسف ما كنا نحقق المركز الاول، ولكن كنا ناخذ جوائز افضل متحدثين. يعني اخر 3 سنين على التوالي دائما افضل متحدثين جوائز الفرديه من نصيب دولة الكويت. بس الحمد لله هالسنه بدينا تشكيل الفريق من شهر 1، كنا في دور الابداع الشبابي التابع لهيئه الشباب، كنا تقريبا 40 متناظر ومتناظرة، وبعدها تم التصفيات واختاروا منا 4 متناظرين لتمثيل دولة الكويت في البطولة الدولية. ومنذ شهر 5 إلى شهر 9 كان في تدريبات مكثفة مع أستاذ بدر شطي وفهد السبيعي، والحمد لله بعد هذه الجهود كلها حصدنا اللقب لأول مرة وفازت دولة الكويت بالمركز الأول على مستوى العالم في البطولة الدولية في نسختها. نعم أنا ودي أقول كلمة يعني بحق الدوري الإبداع الشبابي، يعني يعطيهم العافية ما شاء الله مخرجاتهم من إبداعات الشباب والأمور اللي يطرحونها دورات وغيرها، يعني على مدار السنة يشكرون عليه هذا المجهود لأنه فعلا يخرجون لنا يعني أجيال كذي تستحق التقدير وفعلا يعني تستاهلون. وخلف الكواليس منهم أيضا موجودين من هؤلاء المبدعين اللي صنعوا لنا واوجدوا لنا المبدعين والفائزين. مبارك احمد، الله يبارك، مبروك على الفوز وان شاء الله للعالميه ان شاء الله. ايضا اللغات الثانيه لغه عربيه وبهالعمر ويعني شويه الموضوع في انه فش وداك اللغه العربيه اللي عاده تكون عاده واحنا شيء معروف عندنا نكون شويه صعبه على الطالب في اللغه العربيه او انه يحب هالماده. شو اللي حبك اللغه العربيه؟ طبعا انا اولا ميولي انا اصلا ادبيه واشوف بان اللغه العربيه اليوم إذا مو أنا راح أمسكها وأحاول أن أكون يعني أتقن هذه اللغة وأتقن تفاصيلها وأتقن قواعدها، أحس يعني أنا الأحق أن أنا أشتغل على هذه اللغة بهالعمر وإحنا بالذات بهالعمر. فاليوم لقيت أنا تطويري لهذه اللغة وتطويري للمفردات، تطويري لمهارات الإلقاء والخطابة في مجال المناظرات، لقيت شيئين أنا وايد أحبهم وايد وايد ممكن أعطي فيهم وأبدع فيهم في مجال المناظرات، والحمد لله استمريت في المجال وباذن الله راح نستمر ان شاء الله. نعم احييكم الصراحه يعني على اسلوبكم الجميل، يعني واحب لما اشوف بهذه الفئات العمريه يعني شباب ما شاء الله مبدعين في كثير من المجالات. لكن جنان يعني اليوم نبي نرجع حق البطوله، شنو هي اهم المواضيع اللي يتم مناقشتها في هذه المناظرات؟ شلون تحطون هذه المواضيع وعلى اساس يتم اختيارها اصلا؟ طبعا المواضيع اللي يتم طرحها هي مواضيع متنوعة بجميع المجالات اللي ممكن نحن اليوم نتحدث فيها، مجالات علمية، مجالات تعليمية، اقتصادية، وأيضا الذكاء الصناعي الـ AI. كل المجالات اللي اليوم في احتمال أن احنا نطرح فيها موضوع نتناقش فيه يتم اختيارها. ولو نلاحظ في البطولة الدولية تناقشنا على المواضيع اللي دائما تعنينا احنا كطلبة، مثلا مواضيع التعليم، مواضيع الاقتصاد في السوق وشون تتم عملية إدارة الأموال. كل هذه المواضيع اللي بعد كل مناظرة بعد كل نقاش أو حوار احنا ندش فيه دائما نكتسب فيه معلومات جديدة، إثراء معرفي. ف
فالمناظرات النقطة المميزة فيها أن دائما بعد كل خطوة تخطيها دائما تكتسب فيها حصيلة معلوماتية وتشوف الأثر عليها بحياتك. ما شاء الله. عشان كذي أسأل أحمد، يعني شو اللي كسبته من هالمناظرات؟ يعني هل مثلا أنه والله بفوز بالجائزة ويكون اسمي وأنا أكون مشهور، وهذا ممكن حق من حقوقك أنك أنت تنجز وتأخذ هذا الإنجاز وجائزة هذا الإنجاز، لا ولا أنت عندك شيء شغف معين، شيء معين ودك تحققه؟ لا طبعا أكيد مناظرات لها أثر كبير غير هذه البطولة أصلا. لأن أنا في بدايتي أصلا ما كنت أعرف عن البطولة هذه. دخلنا في مجال المناظرات. شلون عرفت له؟ بعد ما تعمقنا وبعد ما عرفنا المجال هذا أكثر ودشينا في بطولات محلية أكثر، عرفنا هذه البطولة وصارت أحد أهدافنا. حلو ممتاز. فمجال المناظرات مفيد من كل النواحي، وهو اللي صنع هذه الشخصية الأخرى، شخصية نقول العلمية واللي تحب أن هي تطلع حق الأمور وتبحث عنها. مجال المناظرات صنع هالشيء. يعني مجال المناظرات فادني من ناحية خطابة، من ناحية حديث، من ناحية زاد فك، يعني زاد قدرتي على النقد الصحيح، خلاني أعرف أخذ وأعطي مع الناس، أطلع بنتيجة من الحوار. وغير كذي من ناحية الإثراء المعرفي لمعلوماتي الخاصة، يعني نبحث، لأن احنا في كل مناظرة نتناظر حول موضوع مختلف، حول موضوع بيئي، حول موضوع في مجال التكنولوجيا، موضوع في مجالات التعليم، الرياضة، آخر الأخبار. فهذا الشيء طور عندي أولا مهارة البحث أصلا اللي احنا نحتاجها في هذا الزمن. وغير كذي عطاني معلومات حول أغلب المواضيع، فأنا إذا تكلمت بأي موضوع في أي مكان أكون عندي المعلومات الكافية وأنا قادر أن أنا أتناقش حولها. ملم بالمعلومات يعني من كثر ما تقرأ وتطلع على هذه المعلومات، هذا شيء وايد مهم. يعني حتى الإنسان بحياته العادية المفروض يكون مطلع يعني نوعا ما في كثير من الأمور. لكن يعني ترى حتى السؤال حق جنان، يعني اليوم حبك للغة العربية الحين صف 11 إن شاء الله، شنو تخصصين؟ علمي إن شاء الله. علمي إن شاء الله، الله يوفقك. ولكن بس تحب اللغة العربية، هذا ما يمنع. لكن ميولي الغير أكاديمية تفيد طبعا للأدبي، ولكن ناحية دراسية وتخصص نعم. مستقبلي علمي. هني أنا بسألك بهالموضوع هذا، يعني تطوير اللغة العربية عندك إن شاء الله، ومثل ما قال أحمد إنه هو يحب يطلع ويقرأ، ففي كثير من المفردات اليوم يعني الواحد مرات ما يعرفها، وبالمناظرات تحتاجون مفردات قوية علشان يتم اختياركم وعلشان يكون حضوركم واضح. فهذا كله شلون يصير معك؟ أبي كذي شلون تسوينا القراءة وغيرها من الأمور هذه، كثر عندك مهمة. أوكي، خلونا نبدأ من نقطة الصفر. أيوة. أنا قبل دخولي مجال المناظرات كنت أشارك في العديد من المسابقات، منها مسابقات القرآن الكريم، مسابقات الشعر، أيضا مسابقات تحدي القراءة العربي، وأيضا البرلمان العربي للطفل. لا، البرلمان العربي بعد المناظرات. نعم. فكل هذه المسابقات نمت عندي حب الاطلاع، حب اللغة العربية. صار عندي شغف أن أنا اليوم أبي أتعلم هذا المجال. وين المدرسة اللي احتضنتنا؟ مدرسة نادي مناظرات المدارس. أنا دشيت في بداية 2020، كانت بداية كورونا، وصراحة دشيت هالمجال ما كنت أعرف شنو راح أقدر أستفيد منه. بس بعد أول معسكر صار فيني إن أنا لازم أكمل بهالمجال، لأن المواضيع المطروحة فيه هي المواضيع اللي حالياً قاعد تصير، والأحداث الواقعية اللي قاعد نعيشها اليوم قاعد نأخذ أفكارها وقاعد نجسدها بالمناظرة وقاعد نتناقش فيها. وطبعا في البطولة الدولية من جانب آخر في نصوص معلنة ونصوص غير معلنة. النصوص المعلنة يعطونها مركز مناظرات قطر لأن فيها مصطلحات صعبة، مثلا نص الغسل الأخضر، نصوص تعليمية وغيرها. فهذه النصوص دائما الإنسان يحتاج يبحث فيها، يحتاج يلم بالموضوع، يقرأ عنها. فهذه الأشياء اللي تنمي عند الطالب حب البحث وتزيد من حصيلته المعلوماتية. ما شاء الله، أنا قاعد ألاحظ وقاعد أتكلم يعني ممكن أكون سماعي أكثر، ففي مفردات تقولها الإنسان العادي ما يقولها يعني، فما شاء الله. هذا أيضا يأخذني إلى تساؤل أحمد، شنو المساعد لأحمد أنه يقوي من ناحية اللغوية؟ هل القراءة فقط، ولا تسمع مثلا أشياء معينة تقويك لغويا، ولا عندك خلطة خاصة؟ لا طبعا الاستمرارية في المناظرة، تسمع أنت وقت التحضير، في وقت المناظرة منشوف الفريق الخصم، هذه الأشياء طبيعي راح تطور اللغة عندك، وطبيعي راح تطور مفرداتك. وأنت عموما بعد ما تبحث وتقرأ عن الموضوع راح تحس أن أنت طبيعي نقول
لقيت المفردات الأنسب لهذا الحوار، لقيت المفردات الأفضل اللي ممكن تنمي الحوار تكون بمستوى عالي. ما شاء الله. زين شلون البيت الدعم؟ يعني أكثر طلبة يعني يكون في دعم من البيت أو الأسرة أساسها يعني لغتها العربية الفصحى يعني جدا قوية، فيكون الشخص متأثر، هل هالشيء هذا حصل معك يعني؟ طبعا. ولا أنت كنت مختلف بالبيت عنهم؟ يعني أنا خلينا نقول الأحرص فيهم الحمد لله، أن يعني حرصت أن أنا أطور وأنمي هالشيء يعني في البيت وفي المطعم. وشلون تشجيعهم لك يعني؟ لا طبعا تشجيعهم لا يعلى عليه، مشكورين يعني وايد على الدعم اللي أنا قاعد أحصله منهم، يعني لولاهم ترى أنا ما وصلت لهذا المكان اليوم الحمد لله. طبعا أخص بالشكر أمي وأبوي الله يحفظهم. أيوة إن شاء الله أخص بالشكر فيهم، هم الداعم الأول والأخير لي في هذا المجال، ويسعون أن أنا أحقق إنجازات إن شاء الله زيادة وأرفع رأسهم. ما شاء الله أنت رفع رأسهم، رفع رأسنا ككويتيين للأمانة في يعني تصدركم لهذه الجائزة والوصول إلى مستويات عالية جدا في عالم ممكن موضوع اللغة العربية فيه قليل جدا. في سؤال لاثنينكم جنان وأيضا أحمد، في تكريم حصل لكم من وزير التجارة مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة شؤون الشباب الأستاذ محمد العيبان، عن هذا التكريم وشنو يعني جنان؟ كل هذه التكريمات والجهود المقدمة من دولة الكويت لشبابها أكيد راح تنعكس عليهم بشكل إيجابي، بحيث أن هي تشجعهم وتعطيهم الحافز على أنهم دائما يرفعون اسم الكويت في المحافل الدولية، ودائما يسعون على أنهم يطورون الدولة ويثبتون على أن اليوم الشباب الكويتي هو قادر اليوم على الإبداع وقادر على أنه اليوم يحقق لي المراكز في هذه المحافل الدولية. نعم، وهم على جدار يعني ممكن نثق فيهم ونسلمهم هذه الثقة، لكن مجرد أن تكون لهم فرص، والفرص إن شاء الله تكون متاحة دائما في الكويت وموجودة، كثير من الأمور اللي يشاركون فيها الشباب ويدخلون فيها من دورات وغيرها، وقلتي دوري الإبداع الشباب يعني هذا كانت أحد الفرص اللي فعلا أنا لأن سمعت وايد قصص من شباب اشتركوا في هذه المسابقات وحصلوا مراكز عالية واستفادوا منها خصوصا من الدورات. بالنسبة لك أحمد يعني هذا الإنجاز وش كثر يعني لك، وش كثر تحسه ملهم حق بقية الشباب أن ترى الشباب الكويتي قادر أنه يتحدى ويدخل في مثل هذه الدورات وهذه خلينا نقول الإنجازات الكبيرة؟ هذا الإنجاز طبعا هو كان الهدف نفس ما ذكرت لكم، يعني لنا وايد هذا الإنجاز، خصوصا وأن الكويت كفريق أول مرة تحقق نفس ما قالت جنان، الكويت كانت يعني تحقق الألقاب الفردية بشكل مستمر من بداية البطولة، لكن كفريق ولا مرة حققته، فهذا اللي زاد رغبتنا في الفوز، هذا اللي زاد الدافع احنا اليوم نحن بنكسر القاعده واحنا الفريق اللي بحقق هذه البطوله. نعم. فبعد ما حققنا يعني احس خلنا خلاص يعني الانجاز هذا وايد وايد حلو، ولازم لازم الكويت تستمر في هذا الانجاز وتحققه مره ومرتين وثلاث عشان يحسون بالوناسة احنا حسينا. ما تفكر تدخل مجال الاعلام بعدين؟ ان شاء الله. انا يعني اذا كانت خبرتي البسيطه يمكن 20 سنه في الاعلام فاقول انت جاهز. حتى جنان ما شاء الله متحدثه لبقه جدا يعني فممكن يكون في مجال. يعني في ايضا هدايا مقدمه ودرع من الاستاذ الشروق التوره، الف مبروك المركز الاول والمركز الثامن مناظرات قطر الطالبه جنان الشريف مع تحيات رئيس القسم والموجوده خلف الكواليس قاعد تصورنا، تستاهل جنان. وفي ايضا درع ثاني عشان موضوع مكانه. جميل هذا التكريم، وجميل ان في اشخاص دائما يكونوا مساندين وداعمين للطلبه في كل المجالات. الطالبة. تهنئة من وزارة التربية طبعا منطقة المبارك الكبير التعليمية ثاني طليطلة بنات، تهنئة إلى الطالبة جنان جابر الشريف لحصول على المركز الأول في البطولة الدولية مناظرات المدارس في دولة قطر، وحصول على المركز الثامن لأفضل متحدث، جوهرة ثمينة لا تحتاج الجهود لتبرز مكانتها، أسرة الثانوية الطليطلة مبروك عليك. ما شاء الله ما شاء الله، ألف ألف مبروك يعني تستاهلين وتستاهل بعد أحمد يعني أحمد أكيد هذا الإبداع. والله شوفي هو أثبتوا فعلا أن مسألة الجيل هذا يعني لا هو الجيل هذا فيه إبداع كبير جدا ويعتمد عليه بعد. اي أيوة والله ويعتمد عليه بدليل وجود جنان واحمد، اسال الله يوفقكم وشوفكم ان شاء الله العالميه وايضا مراكز وجوائز اخرى. شكرا جنان، شكرا احمد، يعطيكم الف عافيه على الاستضافه. ما تقصر شيء احمد قول. والله بشكر بس اساتذتي اليوم وصلوني على المكان، استاذ بدر شطي استاذ فهد السبيعي، يستاهلون الله يوفقهم ان شاء الله. كل الشكر لضيوفنا جنان الشريف عضو في فريق المناظرات المدارس الكويتيه واحمد الحمود عضو في فريق المناظرات المدارس الكويتيه. فاصل ولنعود، خليكم معنا.